السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض النهاردة الكورس اللي بدأناه، تاني حلقة او تاني سيشن في الكورس بتاعنا. في السيشن ده هنكمل اللي بدأناه السيشن اللي فات. اتكلمنا في سيشن 1، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان اللي ما شافهوش. اتكلمنا فيه عن اللايف بروسيس، وعرفنا يعني ايه كلمة لايف بروسيس، عمليات حيوية، وعرفنا يعني ايه ليفينج اورجانيزم، واتكلمنا توتال عن كل اللايف بروسيس اللي الليفينج اورجانيزم بيعملها، كل العمليات اللي الكائن الحي بيعملها. واتكلمنا عن الموفمنت والريسبيريشن والسنسيتيفيتي والجراس والاكسكريشن والريبرودكشن والنيوتريشن، اتكلمنا عنهم كده بسرعة. واول حاجه بدانا نشرحها مع بعض كانت هي الموفمنت، وقلنا ليه الليفنج اورجانيزم لازم يعمل موفمنت، وكمان اتكلمنا انه البلانت موف توورد ذا صن، هو بيتحرك ناحيه الصن مش بيطلع من مكانه. ده اللي اتكلمنا فيه السيشن اللي فات، واتكلمنا فيه عن الموفمنت. طب تعالوا نشوف بقى مع بعض تاني لايف بروسيس اي ليفنج اورجانيزم بيعملها، وهو الريسبيريشن. ريسبيريشن يعني التنفس. هل في ليفينج اورجانيزم ربنا خلقه ما بيتنفسش؟ ينفع نلاقي كائن حي ما بيتنفسش؟ احنا الكائن الحي او ليفينج اورجانيزم لو ما بقاش بيتنفس بيموت. فخلاص طالما اللي بقى انا كده عندي ليفينج اورجانيزم، حاجه مهمه جدا جدا ان هو يعمل حاجه اسمها ريسبيريشن. ريسبيريشن يعني تنفس. قال لي all living organism need oxygen، كل الكائنات الحيه، كل الليفينج اورجانيزم عايزين اكسجين جاز تو ريسبيريشن بروسيس، عشان ندخل الاكسجين. هنا زي الصوره كده، احنا هنا بناخد الاكسجين بندخله طبعا لمين؟ لللانجز، للرئتين بتوعنا. يبقى احنا بالنوز، بالانف بتاعتنا، بناخد الاكسجين اللي موجود في الجو وندخله جوه التو لانجز. تو لانجز يعني الرئتين. طيب والكربون دايكسايد والووتر فيبر، قال لي دول بناخدهم من التو لانجز نطلعهم بره. يبقى انا لما باخد نفس وبعمل inhalation process، انا كده باخد الاكسجين جاز، باخده كده بماي نوز، بالانف بتاعتي، وادخلها جوه التو لانجز. طب لما بعمل exhalation، لما بخرج الهواء، انا هنا بخرج ايه؟ بخرج حاجتين، كربون دايكسايد اند ووتر فيبر، كربون دايكسايد وبخار الميه اللي انا بطلعه. يبقى انا كده هنا في الريسبيريشن اخدت معلومتين، انه الاير enter to the two lungs، الهواء بيدخل للتو لانجز عن طريق النوز، ده بيكون جواه اكسجين جاز. طيب ايه اللي come out from the two lungs، ايه اللي بيخرج من التو لانجز؟ قال لي كربون دايكسايد اند ووتر فيبر. صعب ده كده؟ ده بالنسبه للريسبيريشن. وانا عندي اهو الصوره بتاعتي، ادي الانهاليشن بروسيس، عمليه الشهيق، انا بدخل فيها الكربون، سوري الاكسجين، وادي هنا الاكسهاليشن انا بخرج فيها الكربون دايكسايد والووتر فيبر. صعب كده الكلام ده هنا؟ يبقى تاني حاجة عندي هي الريسبيريشن. يبقى احنا كده اخدنا الموفمنت والريسبيريشن. طيب تاني حاجة عندي وهو السنسيتيفيتي. سنسيتيفيتي يعني الاحساس او الشعور. زي ما احنا شايفين هنا كده في الباك جراوند، انا عندي بنوتة بتحاول تعمل سميل للفلاور، بتحاول تشم الفلاور اللي في ايديها. طب ليه؟ قال لي اولا كل الليفينج ثينجز كان سنس، كلهم يقدروا يشعروا، انت تشعر بالحاجه اللي حواليك، ان انت تشوف الحاجه اللي قدامك وتشم ريحتها وتسمع، كل دي سنس، كل دي حواس عندك. طب انا ليه بعمل الحاجه دي؟ قال لي عشان able to respond to it، يعني انا لما تسمع ماما بتنادي عليك انت تلقائي بتقوم ترد عليها، او ما بتردش، بس انت المفروض ان انت تقوم ترد وتستجيب للي انت سمعته ده. ما هو السمع ده من الحواس اللي عندك، من السنسز اللي عندك. بيقول لي ان الانيمالز او عموما عندنا 5 سنس، عندنا 5 حواس. مين هما؟ اول حاجه التيست، التيست اللي احنا ندوق بنتذوق، سميل الشم، تاتش ان انت تلمس الحاجه وتحس بيها، سايت الرؤيه، هيرينج اللي احنا نسمع. دي الفايف سنس وهندرسهم في اخر الكورس لان هما محتاجين شغل شويه. يبقى السنسيتيفيتي الاحساس، ان انت تشعر بالحاجه اللي حواليك. طب ايه الحواس اللي عندك في جسمك تقدر تشعر بيها؟ قال لك اول حاجه هي التيست، سميل، تاتش، سايت، هيرينج. دول لازم نحفظهم مع بعض. مين هم الفايف سنس، الخمس حواس اللي عندي؟ مين هم؟ تيست، سميل، تاتش، سايت، اند هيرينج. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموفمنت، واتكلمنا عن الريسبيريشن، واتكلمنا عن سنسيتيفيتي.
تعالوا نشوف مع بعض ايه الـ life process number 4 grass. طبعا سهلة، اي living organism usually small، طبعا بيبقى في الـ start life في بداية حياته بيكون small، لكن بعد كده بيبتدي ان هو grow and become adult، بيفضل يكبر وينمو لحد ما يكون adult يعني شخص بالغ كبير. زي هنا في الباكجراوند انا عندي بيبي، بعد كده ان هو يكبر شويه في شويه لحد ما بيبقى شخص. يبقى انا كده عندي الجراث قال لي living organism، كل الكائنات الحيه هل ينفع كائن حي ما يكبرش؟ مستحيل. are usually small when they start life، بيفضلوا بيبقوا small وصغننين كده في بداية حياتهم، بعد كده يبتدوا ان هم grow up ينمو لحد ما يبقوا adult ناس كبيرة. احنا كده خدنا movement، قولوهم معايا movement respiration، وبعد كده sensitivity، واخدنا growth. reproduction number 5، خامس حاجة هي reproduction. طبعا عارفين انه اي living things بيبتدي ان هو يعمل copy of themselves، يعني يعمل نسخ منه، ان هو give babies، يجيب اطفال او بيبي جديدة. طب انا عندي كام طريقة للreproduction دي، عندي كام طريقة للحاجات دي؟ حاجتين. اي اول حاجة give birth، give birth معناها انه يبقى فيه بيبي، ان احنا نولد بيبي، او lay eggs، ان يكون فيه زي مثلا التشيكن اللي قدامي دي بتحط البيض، lay eggs يعني تضع البيض. او حاجة تانية اللي هي give birth، يعني انا عندي كده living organism بيعمل reproduction، بيعمل تكاثر عن طريق حاجتين، give birth، give birth يعني يبتدي ان هو يولد، او lay eggs يعني يبتدي ان هو يضع البيض اللي عنده. طبعا بالنسبة للطيور، يبقى انا كده reproduction all living، كل living things بيقدروا ان هم have babies، ان هم يجيبوا اطفال. طب ازاي؟ قال لي اول حاجة give birth or lay eggs، يعني يولدوا او يحطوا البيض. دي كان reproduction. تعالوا نشوف اللي وراها عندي هو excretion. نركز عشان المعلومات بدأت تبقى أصعب. excretion يعني الإخراج. أنا في مواد مضرة في جسمي عايزة أخرجها. طب زي إيه؟ قال لي أولاً أنا لازم removing harmful substance، أشيل كل المواد harmful، كل المواد الضارة اللي موجودة في جسمي. طب أنا هطلعها إزاي؟ قال لي في حاجتين. Number one وهو sweet from the skin، السويت اللي هو العرق، العرق اللي احنا كل شوية نمسحه واللي بيخرج من جسمنا ده بيكون مواد ضارة وسامة موجودة في جسمي، ربنا خلاها تخرج عن طريق السويت العرق. تاني حاجة عندي وهي اليورين، اليورين اللي هو البول اللي بنخرجه في التويلت، دي طريقة تانية. يبقى انا كده عندي two ways، عندي طريقتين اعمل بيها excretion، اعمل بيها اخراج. sweet from the skin، ان العرق بيخرج عن طريق السكن، or urine، urine اللي هو قلنا البول، from the two kidneys، من الكليتين، كليتين بتوعي هم دول اللي بيطلعوا لي اليورين ويخلوني اقدر اخرجه. صعب كده الاكسكريشن. اخر حاجه عندي وهي nutrition. nutrition يعني التغذيه، هو اسهل حاجه. طبعا كل living organism محتاجين الاكل to stay alive، هو احنا ممكن نعيش من غير اكل؟ مستحيل. All animals get food by eating other things، يعني احنا كأشخاص او animals ايا كان مين الكائن الحي ده، بنجيب اكلنا ان احنا بنتغذى على كائنات تانية. يبقى nutrition يعني التغذية، كل living things need food to stay alive، محتاجين الاكل عشان نبقى alive، وكل الanimals بيجيبوا اكلهم ان هم بياكلوا animals تانيين. طيب يطلع حد يسألني نفس السؤال، يقول لي طب ما البلانت ما بياكلش، أرد عليه أنا وأقول له لأ، البلانت بياكل. طب بياكل إزاي؟ البلانت بيعمل أكله لنفسه، هو اللي بيصنع الأكل لنفسه. For example عندنا هو بلانت، البلانت ده بيعمل إيه؟ عمال ياخد الصنلايت، عمال ياخدها وياخد معاها الكربون دايوكسايد زي ما احنا شايفين. طيب وايه كمان؟ وبياخد المية، شايفين الووتر؟ بياخده من تحت الارض كده. طب بيعمل ايه؟ قال لي هو بياخد الووتر والكربون دايوكسيد والسانلايت وبيدخلهم كلهم مع بعض كده في مصنع، يخلطهم مع بعض عشان يعمل الاكل بتاعه. طب العملية دي اسمها ايه؟ العملية اللي هو بيعملها دي اسمها ايه؟ اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس. تاني اسمها فوتوسينس بروسيس. طب انا كده لما اجي اسالكم اقول لكم يعني ايه فوتوسينس بروسيس، هتقولوا لي ايه؟ هتقولوا لي البلانت بياخد الصن لايت الضوء، وبياخد الكربون دايوكسيد، وبياخد الووتر
عشان يعمل own food، يعمل أكله بنفسه. يبقى العملية دي اسمها إيه؟ Photosense process. إحنا كده خلصنا كل life process اللي عندنا، كانوا 7: movement, respiration, sensitivity, growth, excretion, reproduction, nutrition. لو في أي حاجة تقدروا طبعا تسيبولي comment تحت الفيديو. طبعا ياريت نطلع كل الفوكابلوري اللي موجودة في اللسن ونحفظها للولاد، مع ان احنا نفهم الميننج بتاع كل حاجة وشرحها، مش يبقى حفظ كلمات وبس، لا يبقى في معلومات بندخلها جوه دماغ الطفل. اتمنى اكون افدتكم، اشوفكم الفيديو الجاي والحلقة الجاية والسيشن الجاي على خير. باي باي.